ازاي استعمل المترونوم في ضبط ايقاعي؟ انت عزفت يا بتاع البيانون وجعت دماغنا. اهلا بيكم. ناس كتير بعت تسألني تقول لي ازاي استعمل المترونوم ان انا اظبط بيه ايقاعي مع الجيتار او اظبط بيه شغلي على الجيتار بصفة عامة. يعني المترونوم هو عبارة عن وسيلة بتعمل إيقاع جنبك تقدر تسمعه بودنك أو تشوفه بعينك كمان، وانت في نفس الوقت بتعمل التمارين بتاعتك أو بتعمل المقطوعات بتاعتك بحيث تظبط التيمبو بتاعك، بيسموه التيمبو أو الزمن بتاع الإيقاع بتاعك. طب لازمته إيه ضبط الزمن ده؟ طب ما تسيبنا يا عم براحتنا ونبدع كده ونسلطن نفسنا. لا طبعا، الموسيقى مش كده. الموسيقى لو انت هتلعب في حتى يعني في مجموعة، انت مطالب بانك انت تمشي على نفس الزمن اللي كل واحد داخل فيه وماشي بيه، والمقطوعة اساسا اتعملت عليه، الراجل اللي عمل المقطوعة اساسا قصد انها تكون بالسرعة ديت ويكون بالعد دوت، وانت ليك مكان معين. احيانا ممكن ما تخشش في اول المزورة، ممكن تخش في نص المزورة، في اخر المزورة، في حتة معينة، في نص اللحن، في ربع اللحن. طيب الناس كلها اللي قاعده في اوركسترا كبيره ديت، يعني لازم الايقاع يتظبط ليهم كلهم عشان يمشوا على نفس العد ده، فكل واحد يدخل في المكان بالظبط اللي هو محدد ليه. ودي وظيفه من وظائف المايسترو اللي واقف قدام الفرقه ده. المايسترو ده ماسك عصايه في ايده، لو تلاحظ العصايه دي بتتحرك على عد معين وفي اتجاه معين. العد ده هو التيمبو بتاع اللي هيعزفوا بيه، وبيستخدم العصاية عشان ينبه الآلات. هو قدامه كلها البارتيتورا أو بيسموها المقطوعة كاملة بتاعة الأوركسترا كلها، وعارف ده هيدخل إمتى وده مش هيدخل إمتى وده معاده إمتى، فبينبه كل آلة عشان تدخل في الوقت المظبوط اللي هو عاوزه، ده التيمبو. فإحنا عشان نشتغل مع أوركسترا كبيرة وعشان نشتغل مع فرقة، حتى كمان المقطوعة الواحدة اللي بتتعمل لعازف معين او لفنان معين، هو قصد ان المقطوعة دي تبقى في زمن معين، فانت لازم تاخد المقطوعة دي وتعملها بالزمن اللي الراجل قصده بيها اساسا. طب انت هتعملها، المقطوعة دي ممكن تكون صعبة او متقدمة، طب تعملها ازاي؟ بتبدي تعملها بطيء وتفضل تمشي مع البطء ده وتسرع شوية في شوية. انت مش نفسك، انت مش اللي هتسرع، انت تلاقي ايدك عاوزة تسرع، هتلاقي ايدك بتعمل اسرع، فانت تضطر تسرع المترونوم شوية. واخد بالك، انت اللي بتضطر تسرع المترونوم، مش بتضطر تسرع ايدك عشان تمشي على المترونوم. في فرق بين الاثنين كبير قوي، خلي بالك منها. فانت بتعمل التمرين بطيء لغايه ما تلاقي نفسك تقدر تعمله سريع. هنعمل تمرين على سلم، وبعد ما نعمل تمرين على سلم هنعمل تمرين على ايقاع، ونشوف الفرق بين الاثنين ايه باننا نقدر نستعمل المترونوم في الاثنين. هبدا بسلم، هعمل سلم بسيط جدا، سلم لا ماجير، هعمل سلم بسيط جدا. انا كده عملته مع نفسي، هل ده مظبوط على ايقاع ولا لا؟ فهروح مشغل المترونوم. طبعا المترونوم اللي في ايدي ده تقليدي جدا، هتلاقي عليه الارقام بتاعه السرعات بتاعه المترونوم هنا اهوت مكتوبه على المقاس ده، وفي التقل دوت اللي انا بحركه بحيث اختار الزمن اللي انا عاوزه. انا هختار مثلا على زمن 2 مثلا 68 72، اختاره على 72. بتلاقي الاشاره قدام بالظبط ال 72 هنا، والزمبلك عاملاه، مجرد ان انا بخليه من البتاع بتاعه هيديني تيمبو مظبوط. ده السرعه ديت، ممكن على نفس السرعه دي اعمل دبل، انه النوتات بتاعتي تبقى مضاعفه. لو لقيت نفسي بسرع عن كده ممكن اسرع المترونوم اكتر، يبقى كده. في زمن من الازمنه اللي بيسموها ازمنه غير تقليديه او ازمنه غير طبيعيه. ايه هو الزمن الطبيعي والزمن غير طبيعي؟ الزمن الطبيعي بيبقى مربع، ده من رباعي، ده واخد عليه الانسان. في زمن تاني بيسموه تريبلتس،
او بيسموه بالفرنسيه تريولي، تريولي او التلاتات. التريبلتس او التلاتات بلغتنا العربيه ديت، العده الواحده بتاعه المترونوم بيبقى فيها ثلاثه، فهنتمرن عليها الاول بالتسقيف. ثلاث عدات في كل عدة، أبطأ كمان. يبقى السلم بقى بالمنظر ده ماشي ازاي؟ ده وسيلة من وسائل ان انا اتمرن على الريتم الريجولر دوت او الريتم غير طبيعي دوت، واللي هو التريبلت. فده بيخلي مهارتي على ان انا استعمل السلم واعرف نقطة القوة. دايما نقطة القوة بتبقى اول التريبلت، تحس بيه. دايما بتحس في الريتم الرباعي بيبقى كده حتى لو كان سريع. بص بقى تريبلت. فانت لازم تبقى عارف تميز ما بين الريتم الاثنين وتمرن على الاثنين، لان ايدك كل ما انت تفاجئها بحاجه جديده تتمرن عليها كل ما هتحسن حتى كمان التكنيكات القديمه في الحاجات التانية اللي انت كنت بتعملها قبل كده. فجرب انك انت تتمرن مع المترونوم. طب انا اتمرنت مع المترونوم دلوقتي، ممكن اتمرن على السلالم، ممكن اتمرن على الاربيجيوز، ممكن اتمرن على المقطوعات، يعني اظبط المقطوعه على التيمبو. لو لقيت ان انا مش قادر اعملها كده ابطئ المترونوم شويه وابتدي اعملها. طبعا دلوقتي في حلول كتيره قوي انك انت ممكن تحمل على الموبايل بتاعك مترونوم، او تحمل حتى كمان تراك درامز. يعني في بعض البرامج والتطبيقات بتعمل لك طبله درامز ايقاع جنبك وانت شغال، حلو قوي، مفيش مشاكل، استعمله كانه المترونوم، لان ده هيبقى له زمن وليه عد. دايما العد بيبقى كام عده في الدقيقه، فانت تختار كام عده في الدقيقه بالظبط زي الارقام اللي مرسومه عندي هنا على وش المترونوم دوت. جرب انك انت تشوفها وتظبط الايقاع على الايقاع اللي انت تلاقي نفسك تقدر تلعب عليه بسهوله، وتبتدي تعلي سنه سنه لما تلاقي ايدك خدت على الايقاع مظبوط وبتطلع اللحن مظبوط، فكده هتلاقي الزمن بتاعك اتظبط تماما. طب هستعمل كده كمان في الايقاع بتاع الجيتار لما بعمل كوردات؟ ممكن استعمله. هعمل لك مثلا، هنعمل مقطوعه بسيطه جدا الزمن بتاعها 4 من 4، يعني في 4 من علامه السوداء اللي هي واحده بس، زمن واحده في العده في المزوره الواحده. الزمن بتاعها هيختلف طبعا زي ما انت هتعمله هنا كده. اعمل الزمن اللي انت يريحك واللي انت عاوز تعمله. المقطوعه دي هتبقى من 4 كوردات، كل كورد 4 عدات، بس الاربع عدات مقسومين 2، يعني كل كورد فيه 8، كل مزوره فيها 8 عدات، 4 عدات بس كل واحده منهم مقسومه 2 في 2 ب8. هيبقى اول كورد سول، وبعد كده ري ماجير، وبعد كده دو ماجير، وبرجع تاني على السول. نجرب ونشوف العد بتاعها هيبقى ازاي. فانا بستعمل الايقاع في ان انا اظبط الايقاع بتاعي. طبعا لما انا اجي هعزف مع فرقه بعد كده مثلا ويعملوا لي الايقاع مثلا بالدرامز مثلا وبتاع، هلاقي نفسي اوريدي انا قاعد ظبط. دي تمرينات
اجتماعات هنقوم بيها الاسبوع دوت، بحيث ان احنا نظبط الايقاع بتاعنا على المترونوم ونعمل كام سلم عليه مثلا، ولو كان في مقطوعه تقدر تظبطها على المترونوم يا ريت تظبطها على المترونوم، وتشوف الايقاع هيتظبط معاك ولا لا، سواء على الموبايل او على الكمبيوتر او على اي حاجه، او عندك مترونوم بالفعل. طبعا ما فيش حد بيشتري مترونوم دلوقتي، ده بقى موضه قديمه يعني، ده مثلا بقاله عندي 16 17 سنه يعني، خلاص خلص ما بقاش في مترونوم دلوقتي. الناس بتستعمل مترونوم على الموبايل، او بتستعمل المترونوم اللي على الكمبيوتر، او بيستعمل ايقاع دلوقتي، او درام ماشين بيسموها درام ماشين، عباره عن مكنه صغيره كده تطلع لك ايقاعات درامز، ممكن تسمعها على الامبليفاير وانت بتعزف مع الجيتار بتاعك، فدي ايقاع اوقع انك انت تستمتع بالعزف، غير انك انت تسمع تك 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 شغاله جنبك طول الوقت يعني. أشوفكوا الحلقة الجاية.